السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو، اليوم فتحت الباتل باس كامل وصلته عشان ويك 6 نزل، وانا مخلصه من هيك ويك 1 و 2 و 3 و 4 و 5 خلصتهم. فلما نزل ويك 6 قدرت اخلص اللي اقدر هلا انا عليه. طلعوا هي قدامكم، مش ظل لي غير سيرت سبلاي دروب سيرتس ان لوت ليك. ماشي. اليوم فتحت اوميجا وقررت اني انزلكم جيم بلاي باوميجا بتيمز اوف 20. إذا بيعجبك الفيديو كالعادة لا تستعمل لايك وسبسكرايب. راح أورجيك اللقطات اللي صورتها لما أخذت الأوميجا، هلا حتطلع قدامكم بالشاشة، وخليكم مع الفيديو. راح نلعب تيمز اوف 20، راح ندخل بجيم مع أوميجا والبيكاكس تاعته، اسمها أونسلوت. ننزل بسولتي سبرينجز برينجز، رح ننزل بسولتي سبرينجز عن جد. خلينا نكون صادقين واضحين. ميح. اوميجا اخيرا بعد كل هذا التعب بفتح اوميجا. صح اني ما قدرت افتح جون ويك اخر سكين بسيزون 3، بس قدرت افتح اخر سكين اوميجا بسيزون 4. طيب شوفوا، بس شوفوا احلاه. وين انزل؟ رح انزل ببيتي المفضل بسولتي سبرينجز. هذا لا يا نوب، ما تكسر. يا الله صاحبنا. لا اسكار، اعطيني الاسكار، اعطيني الاسكار يا اخي، اعطيني الاسكار، اقسم بالله كنت متاكد. يا الله ما ازلخكم يا المنوب، بياخذوا كل اشي وبفهموش اشي، بفهموش اشي الفايده. هلا حاول ادور على اشي على الاقل. يا الله. المهم زي ما كنت احكي، اوميجا بجنن اسطوري. ورح نحكي بهذا الفيديو كمان عن اشياء خربت اللعبه كلها، زي ايبك جيمز ايش الاشياء اللي عملوها عشان تخرب اللعبه. اللهم بدل ما يخلوها 500 او يزيدوها 900 خشب 900 حجر 900 متل، خلوها 200. عارف شو يعني 200؟ يعني لو تلاقي ثلاثه وتكون محظوظ ما رح تقدر غير بالثلاثة هذول بتوصل 900، أما كانت اثنتين بتاخذ الماكس ريسورسز. هذا إشي واحد. ثاني إشي آمو منها، آمو شو اسمه؟ إيش كان؟ اللهم صل على محمد. آمو من اللاما، آمو الآر بي جي والركت لانشر. ما ترميها، ما تتزانخ يا أخي، ما يتزانخ ويرميها. هذا رمى اس ام جي ايبك. وينه؟ هاي هون. اعطيني اعطيني يا. لا لا اوميجا ما عنده وقت لعب، خليهم هذول الاثنين. ازلخكم. خليهم. حنروح الزون، بنحاول نفوز هذا الجيم بعشرين فيرسس 20. أنا على فكرة مرة طلع لي جيم كنت بلعب ولا 5 6 7 لاعيبة في، بس يعني ما بوصلك التيم، ما بوصل 10، كل الفئة أقل من 10 كل تيم. راح أحط لكم إياه على الشاشة بآخر الفيديو. إيه 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 مين فكر حاله؟ انا بس بدي بامب، هاي المشكله. حدا كان ملوت هون مشكله، ما معي بامب ولا اي ار ولا اشي، ما معي غير سنايبر واس ام جي. منيح الاس ام جي، منيح السنايبر، بس اذا في بامب راح اخذه اكيد. في معاه بامب، مش لوتك لحالك. ها حاولت اصيبه بس ما قدرت.
البمب. لا اخذوا كل هلا 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 لسه مات. اخذوا كله وشفطوه. غلطة غلطة. بسم الله امسك. استنى انا نسيت اشرب شيلد. امسك الك شيلد بس ما معيش تاني. لا 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 اكلها سنايب صاحبنا. الله اوميجا ما عنده وقت سنايب. اوميجا بس عنده وقت يفقع وجوه الكل اللي هلا موجودين. يا الله والله ما شاء الله يعني ترقص وفيني لما احد هلا هون. ايش هذا ايش هذا بس فهموني. مشكلة معيش بامب. بامب اي حدا. قتلته. الي يا اخي والله انا مشفطات لوت. ما تعطوني سنايب انا اوميجا ابني. موارد يا الله كم قلل الموارد. يا الله طين يا المبزرة. اوتش. لا من وين جاء؟ استغفر الله ما ازدخك كرباي. من تعدوي لدود. يلا 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 يحيون الموارد. لا اثنين على ايش هذا الغش. يا الله الله طبعا بلش يجي الاعداء وانا فاتح كل دروع الاوميجا الا درع بطنه فعشان هيك حورجيكم اياها هلا. سكار قصدي مش واضح مش ملوتة ابدا. سكارين سكارين تخيلوا. وبس هذا كان نهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. كان معكم عمر والسلام عليكم ورحمة الله.